به أول سؤال في الفقرة هذه، علاقتك بمالك قنوات بين سبورتس، يتقال انك من بين المقربين جدا، نحكي على سيد ناصر الخليفي. اي هل انت من اكثر التوانسة المقربين في فترة معينة؟ يعني من الناس اللي في اطار عملي علاقتي به كانت معناها انه ندخل المكتب كل يوم مرات عديدة. اول حاجة الساعة ناس ما تعرفش ناصر الخليفي. ناصر الخليفي شخصية اصيلة جدا. أنا ناصر الخليفي يعني يحب العمل، راجل يبدأ عمله في ساعات الفجر الأولى ويكملها في الساعات الأخيرة من الليل. راجل ناصر الخليفي هذا؟ هي هذا ناصر الخليفي. هي ناصر الخليفي يقوم فجر يبدأ يخدم ويبدأ يكلم في الناس ويذهب إلى مكتبه فجرا ويقعد حتى الساعة متأخرة من الليل. ناصر الخليفي إنسان صادق جدا. أنا ما ننسلوش ما ننسلوش حاجة، وبرغم أني أنا هو يعرف أنا كنت ندخل للمكتب نحكي على الإنتاج ونحكي على بيين سبور التي عشقتها مثل بيتي، ونحكي على الموظفين ونحكي على استحقاقات الموظفين. أي لازم نقدم شوي في الحديث فيصل. لكن أنا نهار من نهارات والدي كان مريض وكنت مدعو باش نروح لتونس. لما مشيت له باش معناه نعلمه بذلك، قال لي حاجة، موقف إنساني كبير ياسر، قال لي فيصل إذا استدعى الأمر بأن نرسله إلى باريس ويكون معه واحد من العائلة أنا أتكفل بذلك وأنا نقف معاك في هذا الأمر. معناها باش ترقى مدير عام إنساني بهذه الطريقة معناها أمور صعبة جدا، وهذه هي لمسته الإنسانية مع كل الموظفين. يكاد لا يكون موظف حتى كان ما يعرفوش وتصير له حاجة ياخذ التليفون تاعو ويتصل بيه ويكلم الإدارة باش يعاونوه. من التوانسة الآخرين شكون قريب برشا الناس الخليفي؟ والله لا مقربين كيفك بنفس الدرجة نتاعك. أغلب اللي خدموا معناها طاهر بن عمرو في فترة معينة كان رئيس قسم الإنتاج البرامجي، هشام الخالصي كمدير البرامج زادة كان قريب، والمذيعين طرق ذياب مقرب، نبيل معلول زاد مقربين. شو مقرب؟ لا مقرب طريقتك معناها كل كل يوم يقابله. أنا نقابله في إطار العمل وعندي ود خاص له، هو يقدرني وأنا نقدره، والرجل جدير بكل احترام. وعنده حاجة، عنده طموح لا نهاية له لا نهاية له. يعني مثلا في كأس أوروبا 2008 كانت أول بطولة كبيرة وهو مدير عام وقتها. ناصر الخليفي معناها قال لي وقال للمسؤولين بطبيعة الحال في بي إن سبور، قال أنا نحب البطولة هذه نجعلها شاشة بي إن سبور، نجعلها شاشة عالمية. وبالفعل نجح في التحدي، نجح من خلال الأسماء الكبيرة.